عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وتحية طيبة لكل متتبعين على اليوتيوب والفيسبوك. واليوم في هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث عن مادة الكلور، وهذه المادة نطهر بها المسابح من البكتيريا وجميع التعفنات. واليوم في هذا الدرس إن شاء الله سنعرف المقاييس أو المقادير التي نضيفها للمسبح على حسب الأطنان الموجودة فيه من الماء. وعلى سبيل المثال لدينا مسبح فيه 100 متر مكعب من الماء، وسنعرض هذه الصورة، يعني المقدار الموجود على برميل الكلور. كما لاحظتم معنا فيه في الطريق كما نسمى طريق مشوك أو طريق إنيسيال، يعني كنديرو 10 غرام من الكلور على شكل مسحوق في كل متر مكعب. وفي المعالجة أو تريتمو يعني دونتروتيه يعني المعالجة اليومية، نضيف من 1 إلى 2 غرام في كل متر مكعب من الماء. لدينا 100 متر مكعب في هذا المسبح، يعني 2 غرام مضروبة في 100، يعني نضيف لهذا المسبح 200 غرام من الكلور على شكل مسحوق ودرجته 90. ويجب عندما نضيف الكلور يجب أخذ الاحتياطات، مثل كما تكلمنا سابقا يجب علينا قراءة النشرة الموجودة على قنينات أو براميل الكلور. ومع السلامة، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله، وسنتحدث عن الألجيسايد والفلوكيلو والأنتي أرج و pH بليس والبي اش موه. ومع السلامة.